يقبل التونسيون في الأعياد والمناسبات على شراء الذهب والمجوهرات من سوق البركة الأقدم في الجمهورية التونسية. هذه السوق التي فتحت منذ القرن السادس عشر، نتعرف عليها. رغم الركود الاقتصادي وغلاء أسعار الذهب التي يشهدها العالم، إلا أن التونسيين ما زالوا يرتادون سوق البركة أقدم أسواق الذهب في البلاد لشراء مصوغ الخطوبة والزواج وهدية حق الملح. الإقبال في المناسبات الدينية في آخر وقت يجيوا، يعني شهر رمضان احنا في العشر أيام الأخراني. تصاميم اللافتات الخاص والمميز والمعمار التونسي الأصيل هي أبرز ما يلفت انتباه زائري سوق البركة، التي يصر أصحاب هذه المحلات على الحفاظ عليها، وهي تحمل صور أجدادهم الذين زاولوا المهنة منذ القرن الماضي. ولهذه السوق تاريخ آخر قبل تحولها إلى سوق للذهب. ما كانت سوق البركة كله كما توا ذهب كل، فهمني، كان فيه شاشية وفيه فيه الماس حتى القماش وفيه، فهمني، أنا خلطت في الستينيات وفي الواحد أكثر ما يمكن، ثم توا عنا يجي 200 حانوت، ما كانوش حتى يجي 10 ولا 15 حانوت كان. تتميز كل جهة في تونس بتصاميم مسوغ خاصة بها، منها المستوحى من الصناعات التقليدية التونسية وأخرى عصرية تواكب مستجدات الموضة في هذا المجال. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.